وحشتوني وحشتوني يا أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناة أطفالنا حياتنا، الجزء الثاني في تعليم الوقت والساعة بالفرنسية للأطفال. وهنتعلم مع بعض يا أصدقائي إزاي نقرأ الساعة بالفرنسية مع قناة أطفالنا حياتنا. هنستفاد وهنتعلم طول الوقت. يلا بينا يا أصدقائي علشان نقرأ ونتعلم مع بعض إزاي نقرأ الساعة بالفرنسية. أنا هقول وتقول ورايا يا أصدقائي، يلا بينا. الساعة 12:05 إلي دوزير إي سينك، إلي دوزير إي سينك. الساعة 12:10 إلي دوزير إي ديس، إلي دوزير إي ديس. الساعة 12:15 إلي دوزير إي كار، إلي دوزير إي كار. الساعة 12:20 دقيقة إلي دوزير إي فان، إلي دوزير إي فان. الساعة 12:30 إلي خمسة إلي دوزير إي فان سانك، إلي دوزير إي فان سانك. الساعة 12:30 إلي دوزير إي دومي، إلي دوزير إي دومي. الساعة 12:35 دقيقة إلي إلي تونير موا فا سانك، إلي إلي تونير موا فا سانك. الساعة 12:40 دقيقة إلي تونير موا فا، إلي تونير موا فا. الساعة 12:45 دقيقة إلي تونير موا لو كار، إلي تونير موا لو كار. الساعة 10:50 دقيقة إلي تونير موا ديس، إلي تونير موا ديس، إلي تونير موا ديس. الساعة 12:55 دقيقة إلي تونير موا سانك، إلي تونير موا سانك. الواحدة تماما إلي تونير بيل، إلي تونير بيل. وبكده يا أصدقائي نكون خلصنا الفصل الثاني من حلقة تعليم الساعة بالفرنسية. وما تنسوش تشتركوا في القناة يا أصدقائي وتفعلوا الجرس، وكمان تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع أصحابكم عشان يستفادوا هم كمان. وهستناكم في حلقة جديدة يا أصدقائي. باي باي.